حياكم الله يا أحبة مع مهارة جديدة من مهارات قدرات، واليوم راح نتعرف على مهارة حساب الزاوية بين عقارب الساعة. بين عقارب الساعة ممكن تكون عندي دقائق وثواني، ساعات ودقائق وهكذا. لحساب الزاوية بين عقارب الساعة بدنا نشوف الأنواع اللي بتجي عندي عقارب الساعة هذه. إذا أول شيء لو كانت عندي ساعة العقارب هذه مرسومة رسم، عندك ساعة على الجدار معلقة، إذا عندما أول حالة، هذه الحالة الأولى اللي راح نتعرف عليها اليوم، عندما تكون الساعة مرسومة مثل هذه ساعة مرسومة، هذه ساعة كذا، وأجي هنا ومرقمة كذا هذه الساعة، وهذه ساعة هنا 12، هنا 3، هنا 6، هنا 9. طيب وجيت قلت لك احسب الزاوية بين عقارب الساعة كذا، كم تكون هذه الزاوية، كم تكون هذه الزاوية؟ بكل بساطة لما يكون عندك كذا الساعة مرسومة بين كل عددين متتاليين الزاوية هي 30 درجة. إذا الزاوية بين كل عددين متتاليين في الساعة متتاليين هي 30 درجة. طب أنا بدي أحسب الزاوية، كيف أحسب الزاوية؟ حساب الزاوية معقول أقعد أجمع كل العددين متتاليين 30 30؟ لا، حساب الزاوية فورا بين العقربين هي عدد الساعات ضرب 30 درجة. مثال هنا بين عقرب ال 12 والثلاثة كم هذه الزاوية؟ عدد الساعات، عد الساعات، هذه 1، هاي 2، هاي 3، إذا تساوي 3 ضرب 30 دائما، نعم، وثلاث ضرب 3 9 وهي 0، وفعلا هاي الزاوية هي قائمة، هي ربع الساعة تعرفنا عليها سابقا. إذا فعلا هذه الزاوية كم؟ 30. خذ مثال آخر عنها، لو جبت لك زاوية ورسمت أنا الساعة كذا وجبت هاي 12، هذه 3، وهذه 6، وهذه 9، وجبت هنا هاي الساعة 1، وهذه الساعة هنا 5، وقلت لك الساعة كذا تشير، احسب لي هذه الزاوية. ربما هذه كانت سهلة عندك انه بالنظر ممكن تعرف 90 درجة. احسب هذه الزاوية، شو قلنا احنا؟ الزاوية تساوي عدد الساعات ضرب 30 درجة. طيب عدد الساعات كم هنا؟ شوفها، هذه 1، هاي 2، هاي 4، وهاي 5، 1 2 3 4، ما منعد أول وحدة، إذا عدد الساعات 4 ضرب 30، وأربعة بثلاثة 12، وهذه 1، إذا 120، إذا هذه الزاوية هي 120 درجة. إذا يا أحبة لما بتكون الحالة الأولى إنه عندك ساعة مرسومة نقوم بهذه العملية، وإلى اللقاء في الجزء القادم من درس الساعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.